السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم هي على موضوع التسوية. طبعا أتذكر أنه أنا حكيت في المحاضرة الأولى أنه موضوع التسوية يمكن هو من أهم المواضيع بالكورس، ومن أهم المواضيع بالنسبة للمهندس المدني من يتخرج، يعني سواء راح يشتغل بمنشأ، سواء راح يشتغل بموقع، سواء راح يشتغل بحقل مسوحات، ما مسوحات، موضوع جهاز التسوية لازم موجود، وموضوع التسوية موجود. التسوية يعني هي فرع المساحة الذي يبحث في الطرق المختلفة لقياس البعد الثالث اللي هو الارتفاعات للمعالم الجغرافية على سطح الأرض، تعتبر من أهم تطبيقات علم المساحة في كافة المشروعات المدنية والعسكرية على الأرض، وهي أساس العمل المساحي في تنفيذ مشروعات البناء والجسور والطرق والسكك الحديدية والقنوات والسدود وتسوية الأراضي. يعني أي شغلة من ذن الشغلات جاي تشوفن موضوع التسوية هو أساس عملها. يراد نعرف شغلتين، يعني يراد نعرف كم شغلة التسوية. أول شيء لازم نعرف شنو الارتفاع وشنو المنسوب. المنسوب هذا راح يعني يبقى ماشي وياكم يعني من نهاية الكورس، وبعدين من تتخرجون سواء راح تتعين بدائرة وما راح تطلع بالحقل، هم راح يقولوا لك المنسوب مال فلان نقطة وين، والمنسوب مال فلان نقطة وين. المنسوب يعني لتحديد البعد الرأسي ارتفاع او انخفاض لمجموعة من النقاط، لازم انا اقول هاي النقطة مرتفعة، يعني انطيها فد رقم ارتفاع، فد رقم منسوب. هذا اعطيتها 10 امتار، ذيك اعطيتها 5 امتار، ذيك اعطيتها 100 متر. لازم عندي فد مستوي معين اسند الى جميع الارصادات هاي الارتفاعات، يعني لازم اسندها غير لارتفاع واحد، لمرجع واحد، بحيث اقول يعني حتى اقدر اقارن بين هذا اللي مرتفع 10 متر وهذا اللي مرتفع 2 متر وهذا اللي مرتفع 5 متر، حتى اقدر اطلع فروقات الارتفاع بيناتهم. فلتحديد البعد الرأسي ارتفاع او انخفاض مجموعة من النقاط، لازم اكو سطح مرجعي او مستوى مقارنة تنسب اليه جميع القراءات. يعني هنا هذا السطح اقدر افرض انه الارتفاع عنده يساوي لي صفر. كوكب الأرض يتكون من مياه وبحيرات أكثر من 75% من طول الكوكب، اليابسة يعني تكون للجزء الأقل. علماء المساحة منذ مئات السنين قالوا يابا مستوى سطح البحر وامتداده الوهمي وين يمتد، راح نعتبره هو شنو هو؟ هو السطح المرجعي اللي راح لقياس الارتفاعات. طبعا مياه البحار والمحيطات يتأثر سطحها بالتيارات البحرية، تأثيرات المد والجزر، راح يقول لك يا بت النهار تختلف عن الليل. مستوى المقارنة هو متوسط سطح البحر المين سي ليفل. إذا تم قياس البعد الرأسي لأي معلم بدءا من أي مرجع فيطلق على هذا القياس اسم الارتفاع. أما إذا القياس يبدأ من متوسط سطح البحر يطلق على هذا الارتفاع اسم المنسوب. فأنا من أقول يعني الارتفاع هو ارتفاع عن ذاك المستوي، يعني ارتفاع فوق في نقطة معينة. المنسوب لا، هذا متفق عليه انه يابا انت اي نقطة من اقول لك يابا هذه منسوبها، او انت تقول لي هذا منسوب هاي النقطة، انا راح افتهم انه هاي النقطة الرقم اللي انت اعطيتني اياه هذا يمثل لي ارتفاع هاي النقطة عن معدل مستوي سطح البحر المين سي ليفل. يعني المنسوب هو ارتفاع بس من نوع خاص يتم قياسه او تحديده بدءا من متوسط مستوى سطح البحر. طبعا المنسوب موجب اذا كان اعلى من مستوى سطح من متوسط مستوى سطح البحر، وسالب ان كان اقل منه. طبعا احنا بمناطقنا يعني انت كل ما تمشي للشمال، اذا بالنسبه للعراق، العراق السلوب مالته من الشمال الى الجنوب، فانت كل ما تتوجه باتجاه الشمال يعني على مسافات، مو مسافات صغيرة، على مسافات بعيدة،
راح تشوف انه المنسوب راح يصعد كل ما تتوجه للجنوب. طبعا توصل للبصرة، المين سي ليفل مالتنا موجود بالفاو، اكو نقطة موجودة رزوها لمدة اسبوعين، ومن عندها حسبة وكل النقاط اللي منتشرة بالعراق واللي هي بحدود 3600 نقطة اشتغلتها شركة بولندية بال1973. بقيت هذين النقاط، معلومة الإحداثيات، معلومة الزوايا والمسافات بيناتها شقد، ومعلومة المناسيب واللي هي تقريبا تمثل البنية التحتية للمساحة بالعراق. طبعا المساحة اللي هي العامة المساحة حاليا جاي يشتغلون انه يرصدون هاي النقاط ويربطوها ويا الجي بي اس، كون انه الارتفاع اللي معطى من الجي بي اس يختلف عن الارتفاع اللي موجود بالنسبة لمن للمنسوب اللي هو محسوب من مستوى سطح البحر. ذني طبعا المناسيب لازم انه يتحدثن يعني كل فترة زمنية، بس انما متحدثات من 1973. فالتسوية هي العملية المساحية التي يتم بموجبها تعيين المواقع الرأسية للنقاط على أو بالقرب من سطح الأرض، وكنتيجة لهذه العملية يمكن حساب تفاوت الارتفاع بين هذه النقاط شريطة أن تنسب إلى أصل معين يسمى بمستوى الإسناد اللي هو الديتم مالتك، الديتم بلان. إذا كان الأصل مفترض صار المسح محلي، يعني أنا مرات ما عندي بنج مارك هنا أنا قريبة عليه، فأفرض أقول راح أبدي من هاي النقطة وراح أفرض منسوب هاي النقطة يساوي لي شنو 30. إذا كان الأصل مستوي سطح البحر، لا ذيك الساعة شكو نقطة أنا أشتغلها هنا أنا أقدر أقارنها ويا نقطة موجودة بمحافظة ذي قار ويا نقطة موجودة بمحافظة بغداد، أنا أقول أنا مرتفع أو منخفض عن ذيك، شو قد الارتفاع أو الانخفاض، يعني يعتبر مسح شامل وأقدر أربطها ويا أي نقطة وين ما أريد أربط أربط، بشرط إنه أنا مطلع منسوب وقارنه ويا نقطة ثانية هم ماتين بها منسوب، يعني مو نقطة ثانية منطيها فد ارتفاع هيك لعلى التعيين. تشمل التسوية نوعين رئيسيين هما التسوية المباشرة والتسوية الغير مباشرة. التسوية المباشرة تتمثل بطريقة التسوية التفاضلية اللي هي الديفرنشال ليفلينج، يستخدم بها جهاز ليفل بتحديد فروق الارتفاعات بين النقاط المختلفة. أما التسوية الغير مباشرة التسوية البارامترية، انه انت كل ارتفاع راح يتغير عندك قيمة الضغط الجوي، ويقدرون يحسبون منها ارتفاعك بناء على تغير الضغط الجوي. التسوية الهيدروستاتيكية، التسوية المثلثية، وكذلك يمكن استخدام تقنية النظام العالم تحديد المواقع اللي هو Global Navigation Satellite Systems تحديد فرق الارتفاع بين النقاط. التسوية التفاضلية هاي هي اللي انتوا راح تشتغلون بها عملي، راح تشوفها بالحقل هواي، راح تشوفها لما تتخرج هواي، من تجون تداومون راح تشوفون يجوز اكو مشاريع جاي يشتغلون بها، راح تشوفون الناس جاي تشتغل بهالطريقة. طبعا اغلب الناس يباوعون على جهاز الليفل يشوفون انه هذه كاميرا موجودة وهذه كذا وهذه كذا. جهاز الليفل اللي راح تشتغلون عليه هو عبارة، يعني حتى ابسط لك اياه، انه انت لا تخاف من الجهاز، انت اذا خفت من الجهاز فما راح تتعلم له. يعني كنصيحة، الجهاز الليفل مو اكثر من فد شي راح يعطيك مستوي افقي، يعني هذا الليفل هو صاحب فضل علي فقط بمن انه ينطيني هذه، يعطيني افقي بفقاعة، شلون القبان اللي يستخدمونه الخلف مال البناء، بالكاشي ما كاشي، بالتطبيق ما تطبيق يستخدمون هذا القبان، اكو همتين فقاعة هنا يحتاج انه تنضبط، مخلي لك فد ركيزة حتى الجهاز يصير بالارتفاع المناسب إلك، ومخلي لك انه انت يعني القطعة الشغلة الثانية اللي انت تحتاجها اللي هي شنو، المسطرة. يعني المسطرة اللي موجودة بالجهاز لا تتخيلها اكثر من فد شغلة ام 30 سنتيم، يعني مسطرة أم 30 سنتيم هي نفسها، بس هنا أنا مسوي لي إياها شنو، مسوي لي إياها أم 5 متر. طبعا ليش مسوينها أم 5 متر؟ حتى أنت تقدر تطلع بها ارتفاعات نقاط اللي تاخذها، أنت ما تقدر تستخدم مسطرة أم 30 سنتيمتر. فمن تس من تحتاج الجهاز الليفل ويا المسطرة، إذا توفرت عندك ذن الشغلتين ذيك الساعة أنت راح تقدر تحسب
المناسيب وتقدر تشتغل تسوية تفاضلية. طبعا هسه هاي النقطة على سبيل المثال اللي هي نقطة A، منسوب النقطة A معلوم، وأني يحتاج أنه أطلع منسوب النقطة B. فإذا أكو تبادل رؤية بين ذن النقطتين، أخذ المسطرة أخليها وين؟ أخليها على النقطة A، وراح أخذ قراءة لمن؟ للنقطة A. طبعا ورا ما أضبط الجهاز وأضبط أفقية الجهاز، من أضبط أفقية الجهاز شنو القراءة؟ يعني من راح أباوع أكو عندي فد علامة موجودة بالجهاز، يعني علامة الزائد. هذه العلامة وين راح تصير على المسطرة؟ راح آخذ هاي القراءة وأسجلها. القراءة هاي من سجلتها تدريجة المسطرة تبدي من الصفر من هنا لحد القراءة اللي أنت راح تاخذها لحد هنا. من أخذت هاي القراءة، إذا تباوع هاي القراءة تمثل لي ارتفاع هاي النقطة اللي هي أي منا إلى هنا عن الأرض الطبيعية، هذا كأنما شطاني انطاني شقد هذا الارتفاع منا لحد لهنا. إذا أجي أباوع هاي المسافة منا لحد هنا شو تمثل لي؟ تمثل لي منسوب النقطة أي زائدا القراءة اللي أنا قريتها على النقطة أي. ذني هسه منسوب النقطة A والقراءة اللي أنا قرأتها على النقطة A راح كأنما انطني من أجمعهن، يعني جمع عادي هاي اثنين على سبيل المثال، هاي اثنين وهذه خلينا نقول فد 30، ايش قد راح يصير عندي كأنما هاي المسافة من هنا صار عندي منسوب هذا اللي أنا أسميه خط النظر اللي هو المنسوب الأفقي. من أخذت هاي القراءة المسطرة راح أشيل المسطرة هذه أخليها على هاي النقطة اللي هي B. من اخليها على البي انا احتاج احسب هذا المنسوب مال هاي النقطة. شلون احسب هذا المنسوب مال هاي النقطة؟ انا من شلت المسطرة وخليتها هنا، طبعا لازم ما احرك الجهاز لانه مجرد ما احرك الجهاز كأنما راحت هاي القراءة، يعني حتى لو حركته بسنتيمين ثلاثة، سنتيمين ثلاثة راح تلقاها هنا، يعني راح تطلع قراءتك مغلوطة بهالمقدار. من أخذت هاي القراءة وحركت المسطرة خليتها على هاي النقطة وأخذت قراءة على هاي المسطرة، إيش أسوي؟ أطرح هذه، إذا طرحت هاي القراءة من هذا الارتفاع اللي هو مستوي خط النظر، إيش راح تطلع عندي؟ تطلع عندي هاي المسافة واللي هي إيش تمثل لي؟ تمثل لي منسوب النقطة B واللي هي أنا أريد أحسبها. فالتسوية التفاضلية هي العملية الحقلية الحسابية التي تنفذ لغرض نقل المنسوب من نقطة إلى أخرى باستخدام أجهزة التسوية الاعتيادية. فكرتها على وجود جهاز يعطيني المستوى الأفقي فوق، يعني بين النقطتين، مع وجود قامة مدرجة اللي أنا أسميها هاي القامة أو الاستاف أو المسطرة، توضع رأسيا عند كل نقطة. طبعا هاي المسطرة لازم أخليها عمودية على هاي النقطة، يعني إذا انحرفت هيك راح تعطيني قراءة غلط، إذا انحرفت هيك تعطيني قراءة غلط. إذا تم تحديد تقاطع المستوى الأفقي مع القامة عند النقطة وتسجيل هاتين القراءتين، يعني أنا إذا قريت هاي القراءة وقريت هاي القراءة وعدي هاي المنسوب، راح أقدر أحسب هذا المنسوب بكل سهولة. وهي فكرة التسوية كلها هاي، يعني هذا الرسم إذا فهمته، هذا الرسم إذا فهمته وفهمت انه هاي القراءة وهاي القراءة وراح اطلع هذا المستوي، كل موضوع التسوية كل الباقي هو تطبيق. يعني انت تجي عندك مسطرة وعندك جهاز، شنو اللي تسويه؟ الأجهزة المستخدمة بالتسوية التفاضلية، طبعا جهاز التسوية المصادر العربية تسميه الميزان، والجهاز المساحي المستخدم للحصول على مستوي أفقي وهمي. يعني انا ما راح اشوف خط ليزر هنا، لا، انا راح اضبط الفقاعه هنا، ومن تنضبط الفقاعه اي قراءه اشوفها انا راح اعتبر ان الجهاز مضبوط ما بيه مشاكل. اذا الجهاز بيه مشاكل اكو في الطريقه شلون نعالج الجهاز بيها. طبعا تتكون اجهزه التسويه من مجموعتين، اجهزه بصريه واجهزه الكترونيه ورقميه. الاجهزه الالكترونيه تتميز بامكانيه تسجيل القراءات بذاكره الجهاز، وايضا امتلاكها لوحه مفاتيح لتسجيل اي بيانات، هاي شويه الحديثه. خصائص جهاز التسوية، طبعا هذه مطلوبة، لازم تكون الشعيرة الأفقية بالشعيرات المتقاطعة الموجودة أفقية، لازم يكون خط التسديد موازي لمحور أنبوب الفقاعة حتى يعطيني مستوى أفقي، وعمودي على محور أنبوب الفقاعة في حالة الفقاعة الدائرية.
ينبغي أن يكون محور الأنبوب عموديا على المحور الرئيسي الجاس في حالة القاعة الأنبوبية، وموازيا للمحور الرأسي في حالة فقاعة دارية. يجب أن يكون المحور الرأسي عموديا عندما تقف الفقاعة في وسط المبنى. ينبغي أن يكون خط التسديد أفقيا عندما تكون الفقاعة في وسط الأنبوب. أنواع الليفل، توجد 3 أنواع من جهاز، توجد 3 أنواع، يعني عندي، مو عندي يعني، يعني كشخص بشكل عام من أجهزة التسوية. يعني النوع الأول اللي هو الدمبي، اللي هو نوع ثابت يعني محكم، حيث أن المنظار مثبت بالدعام لا يمكن تدويره حول محوره الطولي. الثاني هو الميال. الثالث الأوتوماتيك. الأوتوماتيك هو اللي إحنا راح نستخدمه واللي موجود عندنا بالمختبر طبعا. طبعا هذه صورة توضيحية للجهاز الليفل. هذه العدسة الشيئية، هاي المحور الأفقي، التلسكوب هذا اللي موجود، المحور الرأسي، هاي الفقاعة اللي احنا نحكي عليها، هاي اللي هي إذا صارت بالسنتر لازم تصير بالسنتر حتى تعطيني خط أفقي. طبعا هذه همتين اخر انواع. ايش ما اختلفت الانواع فهي يعني نفس المبدأ. انواع الاجهزه، المسطره تعد القائمه اهم الادوات المستخدمه مع جهاز التسويه. طبعا من راح تشوفوها للمسطره راح تشوفوا انها عباره عن اشبه بالمسطره، ام 30 سنتي بس هي ام 5 متر. لا تفكر بيها يعني اعقد من هذا التفكير، اعتبرها مسطره ام 30 سنتي سووها 5 متر. تقدر لإجراء عمل تسوية قياس فرق الارتفاع. بالطبيعة القائمة هي مسطرة مدرجة لأمتار وسنتيمترات، تتراوح طولها بين 3 و 5 متر. تصنع القائمة إما من الخشب أو الألمنيوم أو الألياف الزجاجية، مدرجة بالأمتار والديسيمترات، يعني تفاصيلها. طبعا هذه القطعة في حالة أنه أنت تريد قياسات جدا دقيقة وجاي تنقل يعني نقاطك على أرض، يعني تحاول أنه أنت تنقل منسوب إلى نقطة بعيدة، فأنت يحتاج أنه تمشي. فالأرض الترابية يستخدمونها دائما هذه، يعني بس هي ثقيلة يعني تأخرك بالشغل شوية بس تعطيك دقة عالية. هذا اللي أنت راح تشوفه بالنسبة للمسطرة، يعني ما راح تنصب الجهاز وتخلي الموضوع أفقي. هذه هي المسطرة، أنت على النقطة أي على سبيل المثال وأخذت القراءة، وهذه علامة الزائد اللي تحكي عليها قبل شوية. هاي المسطرة، وطبعا هذه تدريجات المسطرة بها الأسلوب هذا. وبالعملي إن شاء الله بالمختبر، يعني واحدة من المحاضرات راح تصير هي محاضرة تعريفية فقط حتى تتعلم شلون تنصب الجهاز وشلون تاخذ هاي القراءات. هسه عملية التسوية تتلخص عندنا بيش؟ بـ3 خطوات. يعني إذن يعني لازم تحفظهم ذني، يعني أنت راح تحفظهم ذني بشكل عملي أكثر من ما هو يعني حفظ أنه تكتبهم. الخطوة الأولى أنه أنت تعين مستوى أفقي بواسطة جهاز الليفل. الخطوة الثانية تقيس المسافة الرأسية اللي احنا نسميها الباك سايد، اللي هي على نقطة اي من نقطة معلومة المنسوب. النقطة المعلومة المنسوب تسميها رقم الارتفاع او البنج مارك بواسطة المسطرة. الخطوة الثالثة انه انت تقيس المسافة الرأسية اللي هي الفور سايد من خط التسديد الى النقطة المراد حساب المنسوب، يعني اللي هي نقطة بي. يعني أنا راح أسوي خط، أنصب الجهاز حتى أطلع خط أفقي، أقرأ الباك سايد على النقطة، أقرأ الفور سايد، قدرت أحسب نقطة هاي المنسوب هاي النقطة. إذا أريد أحسب نقطة بعد وراها أشيل الجهاز، أعتبر هاي النقطة معلومة المنسوب وآخذ عليها باك سايد. طبعا هذه يعني يراد
التلاتة فهمت الرسم، حتى هذه ما يحتاج تحفظها بعد، بس هاي يعني أشبه بالملخص. يعني موضوع التسوية ايش قد حكيت انه مهم، ايش قد مكتوب انه مهم، ايش قد انت راح تشوفه مهم بلخصة هاي، انه انا منسوب نقطة، يعني منسوب النقطة تساوي لي منسوب النقطة اللي اريد احسبها، تساوي لي منسوب النقطة اللي اريد المعلومة زائدا القراءة اللي عليها ناقصا القراءة على النقطة اللي اريد احسب منسوبها. الفرق بين ارتفاع بين النقطتين، يعني اذا اريد اقول ايش هاي النقطة ايش قد ترتفع عن هاي النقطة او ايش قد تنخفض عن هاي النقطة، اطرح المنسوبين بيناتهم او اطرح القراءتين بيناتهم. اكو مصطلحات يراد تعرفها وتفتهمها. سطح الاسناد شنو الديثم بلان؟ هو مستوى فقي تكون كل نقطة من النقاط عمودية على اتجاه الجذب الارضي. طبعا هذا التعريف ينطبق علينا على مستوى سطح البحر. متوسط مستوى سطح البحر هو اسناد، سطح الاسناد مستوى مقارنة منسوب الى متوسط منسوب سطح البحر على مدار عام كامل. مثلا منسوب النقطة اللي هو الاليفيشن مال النقطة اللي هو المسافة الرأسية المقيسة باتجاه الجذب الأرضي، منسوب النقطة اللي هي هاي المسافة، المسافة الرأسية المقيسة باتجاه الجذب الأرضي من سطح الإسناد إلى تلك النقطة. رقم الارتفاع شنو هو البنج مارك؟ هي نقطة مع موقعها الحقلي معلوم، راح أقول لك هاي النقطة هذا مكانها ومنسوبها معلوم. هاي النقطة موجودة على سطح الأرض، يعني اكو ناس حسبت لك منسوبها وطتك اياها، هاي حتى انت تقدر تشتغل بيها بدون ما انت يوميا رايح مثلا للفاو تروح تجيب، والله اروح اجيب منسوب من يعني من مستوى سطح البحر. التسديد الخلفي هو المسافة الرأسية المحصورة بين مستوى الافق المار بنقطة معلومة المنسوبة بين مستوى الافق الذي يقع فيه خط تسديد جهاز اللظو. الفورسايت هو هو القراءة على النقطة المجهولة المنسوب، والمسافة الرأسية المحصورة بين المستوى الذي يقع فيه خط تسديد جهاز الليفل وبين النقطة المراد حساب منسوبها. ارتفاع الجهاز اللي هو منا لهنا هو منسوب، هو المنسوب مال خط النظر. فرق المنسوب هو الفرق بين منسوبي النقطتين، ويساوي كذلك الفرق بين التسديدين الأمامي والخلفي للنقطة. القراءة المتوسطة هذه أكو نقاط مرات إحنا نحتاج إنه نخليها بالنص، يعني إنه أنا ما راح أنقل الجهاز، راح أقل لي فد 3 قراءات 4 قراءات بالنص. أكو نقاط تحول إنه أنا نريد أنقل الجهاز. خط النظر هو عبارة عن الخط الواصل بين نقطة تقاطع الشعيرات اللي هي علامة الزائد والمركز البصري للعدسة الشيئية. خط التسديد هو خط أفقي مماس للكرة الأرضية اللي هو هذا خط التسديد.